السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد كباكا من قناه كباكا تي في. لينا احمد الفيشاوي بنت احمد الفيشاوي. طبعا كان في قضيه فلوس انه ما بيدفعش عليها وهي كسبت القضيه، واحمد الفيشاوي هربان دلوقتي ما نعرفش مكانه فين، ولكن مش ده الخبر اللي احنا جايين نتكلم عليه. الخبر اللي جايين نتكلم عليه ان في حد صاحب لينا نزل لها صور كانت واخده، يعني هي مش صور وهي مش عارفه لاي راحه تاخد فوتو سيشن. يعني ايه فوتو سيشن يا كابو؟ يعني انت بتروح مهندم نفسك ولابس وحاطط جل كده زي ما انا حاطط جل، وبتروح تقف في حتت نضيفه بقى في حديقه انت بقى ومستواك الاجتماعي. احنا بنروح حديقه الازهر، في ناس بتروح مدينتي وناس بتسافر بره دبي وكده وبتاخد صور. المهم الاخت لينا احمد الفيشاوي خدت صور بيقولوا انها عاريه. الصراحه انا قلبت النت على الصور مش لاقيها، فلو حد يعني عنده الصور يكسب فينا ثواب فرقنا. مش عشان حاجه، فين العاريه؟ عشان نشوف فين العاريه. وقالوا ان تم حذفها. يعني انا لما سالت طب فين الصور يا جدعان وعملت وجوجل اكلم مساعد جوجل اقول له يا جوجل فين صور لينا، يقول لي تم حذفها. تم حذفها ف يعني مش عارف اقول ايه. بلاش نتكلم دلوقتي. النيابه بتعمل شغل عالي وبتقبض على اي حد بيغلط في اي حد. ده شريف منير خريبة. شريف منير امبارح طلع يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح ووراه علم مصر. محمد صلاح دخلت قلت له يا بختك يا صلاح، دخلت عملت لي قلب. يسرى مين؟ يسرى. مبروك. انا عملت فيديو لصلاح على فكره، بروح اتفرجوا عليه. المهم ادونا لايك وشير وسبسكرايب وقول لنا رايك في الكومنتات وشغل الجرس عشان كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.